فتوقيف النشاطات وأنشطة الفعاليات الكل يعني أثرت فينا سلبا يعني لكن مسألة الصحة ومسألة هذا الوباء يعني لها الأفضلية يعني أن نبقى سالمين بعيدين عن هذا المرض عن هذا الوباء أفضل لنا من أن نعيش بعض الأيام بحالات شيء من النقص المواد الغذائية. وضعي ما قلكي زحمتي ودريقه باتكرني ويعني وضعي ما قلكي تعباني كنا كسكاري بالشغل هنا كسكاري تشكي بقدمي هنا كسكاري دركبي من عامش شنو هاتني تبدي كنو حمت تستر ما قد كرنا حتى صهري جي افي دشن افي جبيريتي هنا حياه دشن جماعه بزوري افي تيني شخال كيرو جماره يعني ولو قلكي زحمتي جماره تعدل الشو اللي خلكي كير خلكن هنا شو اللي روجانه بو تاثير الواحد مردود وانما وشكيري فرابين وشكيري مصر في المال خبك خلكن هبون شو اللي وانا الهوليري مجبور من جولري هات نجبر قطب ونما تشين هارن شولكن فتاثير هل خلكي هات